السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة قسم الهندسة الكيميائية. طلاب نكمل موضوع اليوم ماركر سوليوشن ميثود. ناخذ ان شاء الله بهالمحاضرة فايندينج ذا روت اوف ا سنجل نون لينير اكويشن، ايجاد جذور المعادلة الغير خطية. طلاب سوليوشن اوف سنجل نون لينير اكويشن ريكوايرد باي ماني انجينيرنج بروبلم، يعني هي مسألة يحتاجوها الكثير من المهندسين. الاف اوف اكس طلاب انا شنو هدفي؟ شوف الموضوع finding the roots of a single nonlinear equation، شنو هدفي اني اطلع الروت؟ اذا قلت مثلا الاكس تربيع ناقص 2 يساوي 0 معناته، او الاكس تربيع ناقص 4 يساوي 0، فالاكس ايش قد قيمتها؟ اكيد زائد وسالب 2. ليش؟ من ارجع عوض المعادله يصفرها، هذا هدف الروت. فالاف اوف اكس يساوي 0. فعندنا الطلاب أربع طرق على مود نطلع جذور المعادلة سنجل نونلينير اللي ما أقدر حلها بالطرق العادية. الطرق العادية سمبل الجبرة provide the root of a linear equation، توفر لي حل المعادلة اللينير. بس إذا عندي معادلة more complex nonlinear equation، معادلات غير خطية، فلازم أستعين بالنيوماركل ميثود، لأنه الطرق التحليلية العادية ما نقدر نحلها، ما نقدر نحل لنينير بهاي الطرق، فلازم نحلها بطريقة نيوماركل ميثود. فعندي العموم أربع طرق على مود نوجد جذر المعادلة النان لينير. طلع أول معادلة أو أول طريقة على مود نلقينا الجذر المعادلة لنينير هي نسميها graphical method، أو شنو طريقة الرسم. شلون؟ A simple method for obtaining an estimation of the root of the equation f of x يساوي 0 is to make a plot. شنو نرسم الدالة؟ يعني شلون نرسمها بصيغة x و y؟ وين ما يقطع المحور، يعني شلون مو راح نرسم كيرف، هذا الكيرف وين ما يقطع ال x axis محور ال x، هاي نقطة التقاطع إذا هي تمثل لي الجذر الحقيقي. أو تمثل لي مو جذر، هو ابروكسيميشن، طرق طلاب لنيوماركل سوليوشن طلع لي حل تقريبي، مو الحل الأصلي، حل تقريبي. إكزامبل، خلينا نشوف طلاب هذا المثال. يوز ذا جرافيكال ابروتش، اللي هي طلاب أول طريقة على مود نلقي جذور المعادلة نون لينير إكويجن هي الجرافيكال ميثود. يوز، خلينا نشوف هذا المثال. إكزامبل، يوز ذا جرافيكال ابروتش to determine the drag coefficient C from the given equation below that is needed for of mass الـ M يساوي 68.1 كيلوغرام to have a velocity of 40 متر على السكند after free falling for time T يساوي 10 سكند. The acceleration due to the gravity 9.81 متر على السكند تربيع. طلاب يعني المعادلة عندي إيش شوفوها صعبة؟ f of c يساوي f of c، خلي شلون نقول f of x f of c، g في ال m هاي كلها الطلاب معطى قيمتها، g في ال m على c 1 ناقص e ناقص c على m في t ناقص، في هاي المعادلة طلاب عندي كلها معطى ما عدا c، c عندي هي اللي راح أعوض بالقيم مالتها. خلينا نشوف طلاب حل هذا السؤال. f of c يساوي g في ال m على c، g في ال m على c 1 ناقص، هاي المعادلة الأصلية اللي عندي، g في ال m على c 1 ناقص exponential ناقص c على m في t ناقص b، شلون نحلها؟ the above equation can be solved using the parameter أو المعاملات كلها معطية طلاب بالسؤال. T يساوي 10 سكند مطيني اياها، G يساوي، يعني عندكم رموز كلها مطيني اياها، حتى اذا مو تايم، حتى اذا ما تعرفون الفيلوسيتي، اهم شيء مطينا قيمتها. T 10، G 9.81، V 40، M 68.1، وين اروح اعوضها طلاب؟ اعوضها بالمعادلة اللي عندي، اعوضها بالمعادلة اللي عندي اللي هي فوق بداية الصفحة. F of C يساوي G في ال M، G مطيني قيمتها 9.81 في ال M 68.1 على C، C راح تظل، C راح تظل حاليا، في افتح قوس 1 ناقص اكسبونيشال ناقص C هم راح تظل
على الام، الام اللي هي قلنا ايش قد قيمتها 68.1 في التي 10 6 قوس ناقص 40، الفي قيمتها 40. زين اسوي طلاب جدول، اسوي جدول. هاي شنو طريقه جرافيكال؟ يعني رسم، يعني اذا عندكم اوراق بيانيه انا راح اطلع لكم اياها هاي بالماتلاب، شلون نرسمها باستخدام برنامج الماتلاب بالمختبر ان شاء الله. عندنا السي اسوي تو كولوم عمودين، واحد تخيلوا كانما اكس وواي ودا اعوض بالقيم مالتهم هنا بالسي والاف اوف سي. السي ايش قد قيمتها؟ طلاب التفكيركم هاي القيم ترى مو ثابته، اختاروا قيم. شلون تتخيلوا اختاروا قيم الاكس قيم السي 4، فهنا ايش مختاريها؟ الفرق بين كل واحد واحد 4 4، يعني 4 8 12 16 20. اذا تختارون سالب مو مشكله. الاف اوف سي يساوي 4، زين السي مو 4، الاف اوف سي ايش قد راح يطلع؟ انا راجع بالمعادله اعوضها اشوف السي تساوي 4، هاي طبعا بالحاسبه تطلع الاف اوف سي يساوي كل هاي القيم بس اعوض بمكان السي 4 بالمعادله راح تطلع لي الاف اوف سي تساوي 34.190. وين تشوفون هذا الكيرف شلون طالع عندكم بالرسم هذا باللون الازرق؟ طلعت عندي الاف اوف سي قد قيمه اللي هي قبل 40 34.190، اعوض بالقيمه اللي اخذ 8 بدال السي بالمعادلة عوض 8، هم طلع قيمة الـ F of C طالع عندي 17.712، عوض بقيمة 12 تم تطلع لي قيمة الـ F of C، عوض قيمة 16 تطلع لي قيمة الـ F of C، عوض بقيمة 20 تطلع لي قيمة الـ F of C. طلاب ركزوا هنا وياي، وين ما يقطع الـ X axis، وين ما يقطع، احنا مو رسمنا كيرف، شوف شنو نقطة عندي بالكيرف، خمس نقاط، خمس لأن قد أخذت قيم أني للسي خمسة، تطلع لي خمس نقاط اوصل بينات وين ما يقطع الاكس اكسس، هو هذا الروت، هو هذا الروت، هي هاي طريقه جرافيكال ميثود. الروت تقريبا هو ظاهر عندي مثلا خلينا نقول بين 12 وبين ال 14 اللي هو مقسم الاكس اكسس 4 4، فتقريبا الروت طالع عندي فيجوال تشيك يعني بالعين اوف ذا بلود بروفايد ارف استيميت اوف ذا روت اوف، يعني تقريبا طالع قيمته 14.75. زين وين اروح اعوضه؟ طلاب على مود اعرف الحل مالتي صحيح لو لا، تعرفون الروت هو لصفر المعادله، الروت هو لصفر المعادله، فاقول اف اوف سي تساوي بمكان السي شو اعوض هالمره؟ 14.75. اذا عوضتها المفروض تساوي صفر، بس هي ما تطلع تساوي صفر لان قلنا احنا نحصل على جذر تقريبي. ايش قد طلع الناتج عندي طلاب؟ 0.100 which is close to zero، يعني هذا تقريبا تقريبا هو هذا الجذر طلع اللي هو ايش قد قيمته الجذر طلاب؟ سي طلعت قيمته 14.75. من عوضت بالاف اوف سي طلعت قيمه عندي 0.100، يعني تقريبا صفر، المفروض يساوي صفر بس هو ما يطلع. بالنيوميركال مثل دائما احنا نحصل على حلول تقريبيه، يعني الجذر التقريبي طلع عندي 14.75. طلاب قلنا اول اربع طرق لايجاد جذر المعادله الغير خطي، اول طريقه اخذناها اللي هي شنو يا طلاب؟ جرافيكال ميثود. جرافيكال ميثود هاي شلون نرسم؟ خلينا نقول رسم بياني، هذا الرسم طبعا باستخدام برنامج الماتلاب. اخذ قيم الاكس، اخذ قيم الاف اوف اكس اي قيمه، يعني خلينا نقول سي اف اوف سي، اكس اف اوف اكس احتمال غير متغير عندكم. ايش وقت ما يقطع؟ شنو الفكره مالته؟ ايش وقت ما يقطع؟ مو ارسم الطلاب النقاط اوصل بيناتهم. ايش وقت ما يقطع الاكس اكسس؟ ايش وقت ما يقطع محور الاكس؟ هو هذا يمثل لي الجذر، هو هذا يمثل لي الجذر الحقيقي للمعادله. اوكي طلاب، هاي اول طريقه، طريقه الجرافيكال ميثود، طريقه ان شاء الله سهله وتعطينا، هو هذا اللي يعطيني تقريب لل جذر. طلعت تقريبا قيمة الجذر عندي اللي صفر المعادلة 14.75. وشكرا جزيلا للطلاب على حسن الإصغاء، نكمل إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. شكرا جزيلا.